مدفع الساعه 3. بصراحه كم مره بعد طلاقك؟ ولا مره. كم مره ايه؟ طب مش تكملي ازايزه. مش عاجبني السؤال. مش عاجبك السؤال؟ مش عايز تقريب؟ مش هضغط عليك. مش عاوز. طب يا جماعه انا هعمل استثناء المره دي عشان شيرين حد انا بحبه جدا. عشان انا كسرت صباعي النهارده الصبح. سلامتك يا شيري. قبل ما اجي عشان خاطر صباعك يا شيري بجد. عشان خاطر صباعي عشان كده مضطره البس جزمه فلات. الف سلامه عليكي. وعشان خاطرك بجد انا هعمل استثناء ومش هنجاوب على السؤال ده. وخلصت فقرتنا وبعد الفاصل نكمل حلقتنا. اتفضلي.